اما بنسلق البنجر بنسلقه كامل بعد ما بنغسله كده بالفرشه تحت الميه، بنسلقه كامل جوه ميه كميه حلوه، بينزل منه ميه. بصوا بعد ما قعدت شويه الميه دي بتغمق عشان هو طبعا فيه مواد مضاده للاكسده. فاذا هو اولا هو مفيد جدا، كل حاجه فيها نسبه حديد عاليه تاكدوا ان هي مفيده جدا. بصوا لونه غمق ازاي. عايزه اقول لكم بقى الكوبايه دي للناس اللي بتحب تعمل الحنه على شعرها للون الاحمر، للشعر الاحمر، بدل ما نحط بالكركديه، لان الكركديه خلوا بالكم لو في شعر ابيض في شيب بيدي دايما على اورانج يعني بيقرنج. اصل انا شاطره شويه في موضوع الاحمرات ده بشهاده كوافيرات يعني اسماء معروفه، فبيحط بيقرنج. فلو حضراتكم حابين تعملوا حنه في البيت هنجيب الحنه الحمراء ونعجنها بالبنجر، ما نحطش ميه كركديه، ميه البنجر المغليه دي ما ترموهاش. طبعا الميه دي اصلا ساعات في ناس بتشربها يعني هو مفيد جدا، بس انا رايي بدل ما نشربه احنا نقطعه يبقى نظيف ونخلطه في الخلاط ونحط معاه رمان، نحط معاه فراوله، حاجه تكسر الطعم للناس اللي مش بتحبه، ونحط معاه بقى اي حاجه تانية، بوله ايس كريم، اي حاجه، المهم نغير الشكل عشان ناخد فايدته. فدي بتنفع جدا للناس اللي بتحب تعمل حنه حمراء يعجنوا بيها الحنه. طيب عندي بقى هنا كميه من البنجر، انا هعمل هنا البنجر اللي بالخضار والبطاطس، هحط كده كميه من البطاطس والفاصوليا البيضه مسلوقه طبعا. اوكي والله ما احنا كده مش هنلحق نعمل الكيك. لا يبقى هعمل الكيك بعد ده، وعندي فلفل الوان اهو، ممكن يبقى اكتر من كده حاجه بسيطه بليز. بليز كده، وعندي البصل اهو، هبدا بقى اقلب كده. ادي الجزر كمان، بصوا برضو دي سلطه مختلفه اهي، بارده وحلوه مختلفه وجميله، ان شاء الله برضو تعجب حضراتكم. طيب الدريسنج، انا هحط شويه من عصير ليمون، شويه من الخل، وعندي رشه من الثوم الباودر، وادي المستردة. اوكي، وبعدين اضافه بقى زيت الزيتون، وهنقلب الخليط ده، ودي صنف سلطه لطيف برضو هحط حالا، حاضر. كده رشه ملح ورشه فلفل اسود، وايه وكده تمام ان شاء الله. بسم الله نقلب بقى كده حاجات نباتي ولطيفه للسلطات مختلفه، ودي سلطه مختلفه للبنجر. طيب خليني بقى اعمل كده، هحطها هنا في جنب، وهحط السلطة بتاعتي التانية اهي كده. كل الحاجات مسلوقة يعني مش 100% خلاص، بس عشان ايه، ادي سلطة البنجر الحلوة، رشة زيت زيتون، وادي وردية جميلة حطها هنا ونقدم